مالك يا حميدة يا بنتي؟ شكلك زي ما تكوني شايلة مني. شايلة منك ده أي حاجة؟ دي حميدة مفتحة بوعية، هي في بنت برضو تشيل من أبوها؟ لا يا أخويا لا، خصوصا أنت ما بتستحملش عليهم الهوا الطاير. أصلا أنا معبية وفايت بيا يا أبو. أعوذ بالله. ليه كده يا حبيبتي؟ إيه اللي مزعلك بس؟ هو يعني برعي ده مش جوز بنتك؟ بلاش جوز بنتك، مش برعي ده أكتر واحد خدمك في اللي حواليك كلهم؟ وأنا قلت لأ يا بنتي، وأنا من ساعة ما شغلته معايا وجوزتهولك ما فرقتش بينه وبينكم أبداً. أمال ليه سايبه مرمي رمية الكلاب؟ ما فكرتش حتى يابا تزوره ولا مرة ولا تريح قلبه بكلمتين في زنقته؟ وأنا يا بنتي ما قصرتش معاه، يشهد الله يشهد الله إن أنا في قضيته قومت له أكبر ثلاث محاميين في البلد. مالكيش حق يا حميدة يا بنت جوزي، ده الحاج إبراهيم حتى ما بيأثرش يا بنتي مع الغرب، هيأثر مع اللي منه. لا مالكيش حق. إزاي يعني يا مرات أبويا؟ أبويا ما فكرش يزوره ولا مرة واحدة ولا يحضر له جلسة في محكمة، ما هو ده برضو مش أي واد من صبيان، ده مهما كان الرئيس برع. والله يا بنتي عندك حق في اللي بتقوليه، بس أنا أعمل إيه؟ ما هو غصب عني، أنا اللي بعمله ده لمصلحتكم كلكم. مصلحتنا ده إيه يابا؟ ما أنا يا بنتي قدام الناس بشتغل إيه؟ تاجر خشب، تاجر خشب، مش عايز حد يشك في الحكاية دي، وخصوصا البوليس. أنا عايز البوليس يصدق إن برعي عمل اللي عمله ده من دماغه ومن غير أنا ما أكون راضي عنه كمان. شفتي بقى يا بنتي حميدة، أبوكي دماغه كبيرة وباصص لبعيد. يا بنت ده احنا من غيره ما نسواش حاجة، وبعدين بيني وما بينك بقى البوليس اليومين دول عينيه مفنجلة كده. أيوة يا مرات أبويا، بس برعي نفسه مكسورة قوي وحاسس في نفسيته إن أبويا مش بيزوره، ده بيقول إن أبويا وأخويا ما صدقوا اللي جراله وقالوا يلا بركة يا جامع. يخص 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 على ده بني آدم، يعني هنقول إيه؟ كلب وراح، مع إن شكلها حلو بس ما قلناهاش، بالعكس ده برعي ده حبيبي حبيبي، وانا اي حد يسالني بتحب مين يا حاج ابراهيم اقول له برعي، حتى سالي بهيجه. اه والله بساله بتحب مين يا حاج يقول لي بهيجه. ربنا يا حبيبتي يفك سجن برعي يا رب ويرجعهولك بيته بالسلامه. انت ازاي تروحي لجوزك وما تقوليش؟ على الاقل يعني كنت جيت معاكي، اصل انت مش عارفه غلاوة برعي عندي عاملة ازاي. يلا مش مشكلة، هبقى اجي معاك المرة اللي جاية. اسمعي، انا شيعتلك فلوس وصلولك؟ لو عايزة زيادة قوليلي يا بنت، ما تتكسفيش خير ربنا كتير. يا حميدة يا حميدة ما تتكسفيش، انا اخوكي. ربنا ما يحرمنيش منك يا اخويا. لا طلع زي ابويا شهم وحنين وبتفهم في الاصول. ما تقلقش الزيارة الجاية هعدي عليك عشان اخدك معايا. مع السلامة. بتعملهم عليا يا ابن بهيجة؟ طب ماشي كله هيطلع في الغسيل.